بص انا برتبك جدا يعني، انا ما بتخض اصلا. فاول اول مره قبل كانت نجمه، كانت دلال عبد العزيز، كنت بعمل مسرحيه. بس الكلام ده كان زمان، كان في 2004 2005. كنت بعمل مسرحيه في مسرح الهناجر، وهي كانت البطله بتاعتها، كنت طالع ابنها في المسرحيه. فكان اول، كنت لسه في الجامعه، في تانية تالتة جامعه، لسه صغير، ورايح بعمل مسرحيه، المفروض مسرحيه احتراف على مسرح الدوله، بطوله دلال عبد العزيز. فكنت ما بشوفها، كنت في الاول كده كان بيبقى فيه خضه كده مزبهل، بس هي كانت عسل قوي، كانت مدوبه كل بقى الحاجات ديت، وبين اصحاب بقت تجيب لنا فطير وجبنه وبتاع وتاكلنا، فحبيناها جدا. لا احنا في هروب اضطراري كانت كواليسه، هو الفيلم اكشن وجد وبتاع، بس كانت كواليسه كانت كوميديه جدا جدا، لان انا كنت مجنن الاستاذ احمد السقا، انا بحبه جدا وهو صاحبي جدا، فكنت بجننه يعني. اي هو بيعمل حاجات صعبه جدا، بجد صعبه جدا، مش اي حد يعملها، وحريف فيها. فلما يجي يعمل حاجه من الحاجات ديت، فاقول له ايه دي عادي يعني، مش عادي. فيقول لي عادي ازاي، انت عارف تعملها؟ اقول له ما اعملش انا الحاجات دي. فكنت اقعد اضايقه بقى على طول، كنت اقعد. وفي مره في موقف برضو في فيلم هروب اضطراري، في مشهد كده المفروض فتحي عبد الوهاب، استاذ فتحي طبعا ده من اجمد الناس اللي في الدنيا يعني، ممثل تقيل قوي. المفروض الاستاذ فتحي هو الضابط، واحنا بيدور علينا احنا عشان يمسكنا. ففي مشهد بيخش علينا بيقبض علينا خلاص، فبنقف بيقول لنا خلاص اخيرا قبضت عليكم وبتاع. فواحنا بنعمل بروفه المشهد ده، فبيخش فتحي ومعاه قوات خاصه بقى بروف. فاول ما دخلوا انا جريت، قلت انا نهار اسود الضابط، وجريت. ففتحي طبعا وقع على الارض من كتر الضحك، قال لي ايه يا رئيس الضابط، ايه انت بتجري ليه؟ قلت له ما هو الضابط جه فالمفروض اجري. فلا هنجري بعد شويه، مش هنجري دلوقتي يعني.